كيفكم؟ اليوم بدي افرجيكم كيف تعملوا هذا الميك اب لوك. عم بنصح قصدي هي الميك اب لوك. سو مثل ما شايفين عملنا ترانسفورميشن على رفيقتنا لانه عنا عرس رفيقتنا، فحبيت انا اعمل الميك اب وهذا اللي طلع معي، فان شاء الله تكونوا حبيتوا. اذا عبالكم تتعلموا كيف تعملوا هذا الميك اب لوك اللي بيعقد لانه هي طلع هلا بتعقد، فخلوكم عم تحضروا. واعملوا سبسكرايب للولياس شانل وادقوا على الجرس كرمال يجيكم نوتيفيكيشن كل ما ينزل فيديو. يلا خلوكم عم تحضروا. اوكي اول شيء حظبط لها شوي حواجبها هون على الطرف، هي مانا عايزه انها تعبي لحواجبها. عبالك اربك لوك. رح ارجع اخذ هذا الشيد وحطه كبعض على عيونه. هاخذ هذا الشيد الفاتح كرمال حطه تحت الحجب. برجع هاخذ هذا الشيد وكرمال صبت كل الكونسيلر. هاخد هلا هيدا البرودكت من كولر بوب سوبر شوك شادو بالاسم سيكر. هاخد هلا الجل لاينر كرمال نعمل لها الوينج. هلا خلينا نبلش ب هير سكين. رح نبلش بهي الفاونديشن من بورجوا هيلثي ميكس فاونديشن بالرقم 57. هلا بدي بس شيل شوي الاكسس باودر. هلا اوكي بتخلص العيون، رح اعمل بس سمادجينج شوي تحت عيونها. خلصنا. تعبنا؟ ايه تعبت انت. ما هيك تعبت كتير قاعده طالعه بتعقد بتسطل كتير حلوه، وان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. وقولوا لي شو عبالكم تشوفوا فيديو جديد، اتركوا لي كومنت هون او على ماي انستا، فاعملوا لي فولو على ماي اكونت، ويلا نشوفكم بالفيديو الجاي. باي.